يعطيكم العافية شباب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. الفيديو هذا بتكلم عن عود وصلني قبل أسبوعين تقريبا من الصانع الإيراني سعيد محمدي. العود من خشب الميبل للظهر، ميبل ميبل ميبل. الوجه من خشب السبروس اللي متعودين عليه، أنا أحب السبروس. الظهر محمدي عنده تكنيك أخذه من أستاذه قنبري مهر، يسمونه مهر كاري. هو الأستاذ قنبري مهر هو اللي ابتكر التكنيك هذا للزخارف، كلها خشب، يعني خشب من الداخل في خشب. فالتكنيك هذا قنبري مهر علمه لطلبته، أعتقد 5 طلبة عنده، والآن رجال كبير يعني في التسعيني. سعيد محمدي أحد الأساتذة، أحد الطلاب مال قنبري مهر. هذا الزخارف، مهر كاري سميها محمدي، يسمونها هم مهر كاري نسبة إلى قنبري مهر. يعني كاري هي الصنعة، أعتقد زي ما نقول إحنا كار، صنعته يعني كارة. هذا تقوس الطاسة، شلون تقويسة الطاسة. هنا برضو الكعب مسوي شيء جميل جدا، شلون ملتقي الأضلاع، متوازنة، التقاء الأضلاع جدا متوازن. ما أدري، أنا الإضاءة قاعدة تضرب هنا، فما أدري يعني، اعذروني لو إنها ما طلع، لو في انعكاس واجد للإضاءة. حاولت أنزل بس يعني برضو مسوي في الزند، على الزند مسوي برضو زخارف، وعلى البنجاق نفس الزخرفة برضو. في الأطراف هنا في زخارف مسويها، ما أدري إذا تبين. وفي الوجه طبعا في زخارف برضو. هنا مسوي زخارف، شوفون الزخارف، ما عليكم من الأوتار، أنا مركبها بالعمدة كذا. كنا نصفها عادل وكانت تزلق، الحين ما تزلق. مسويها الزخارف، التقاء البنجق بالزلد فن غريب عند محمدي. اي والله ما تحس، تحسها قطعة واحدة، يعني ما تحس بان قطعتين، هو قطعتين طبعا. العود من القالب الصغير، أنا تعمدت أسوي قالب صغير، يعني أنا عندي أعواد، مرت علي أعواد 36 في 49 49 ونص، هنا 36 في 49 49 ونص. آخر عود جاني تقريبا 35.7، يعني ما وصل 36، أقل 3 ملي. جميل صراحة، مقاس جميل. هذا العود 35 في 48، شوية صغير العود، يعني صغير. لكن أنا جربت نفس المقاس هذا في عود سوالي أحد صناع الأتراك، الدكتور أمير الله يذكره بالخير، هو صديق عظيم يعني، صانع رائع. فالعود حسيته جميل، يعني كله أتذكر العود هذا وانطلاقتي فيه، وأعزف وأروح هنا وأروح هنا، متمكن من الآلة. يعني أنا مو قصير ولا طويل، 165 أعتقد، لكن حسيت العود جميل، وخاصة أني أنا أمسك الآلة من هنا، أمسك العود يعني يدي تصير هنا، مو زي بعض الشباب يمسك العود هنا، لا أنا أمسكه هنا، فحسيته مريح يعني علي. طبعا لو 36 برضو بيكون مريح يعني، لكن هذا أنا حسيت أنه مريح. الطاسة 17.5 و2 ملي أعتقد، يعني 17.7 سواها محمد، هو قال لي الموضوع ذا. طول الوتر 58.5، 19.5 المقاس حق الرقبة، حق الرقبة. في تكنيك هنا يسويه محمد، أخذه من الجيتار، اللي هو العظمة المتحركة، في عظمة هنا متحركة
لو بقى العازف انه ينزلها او يعليها، ودائما محمد يرسل واحده او ثنتين مع العود، واحده عاليه واحده نازله، لو بغيت تعلي لو بغيت تنزل. وممكن اي صانع يسوي لك اياها، يعني لو انت في بلد في صناع ممكن تروح تخلي يسوي لك واحده زياده تكون نازله شوي. انا ارتفاعها زين اشوفها، يعني هذه الفرسه. فرسة هنا في الأنف، هنا نسميه الغزالة، الغزالة أو الأنف. في محمد مسوي زي البكرات، زي البكرات يمر عليها الوتر، يقول إنها تسهل تحريك الوتر. وبرضو مسوي برضو عظم، يعني عظمتين هنا تقريبا نقدر نقول عظمتين. شوفوا هنا أعتقد مباين مسوي عظمتين، عظمة من النحاس وعظمة من الأبنوس أو السيسم، مش متأكد يعني الثانية شلون. يقول إنها حق تسهيل أو العود، تسهيل الوتر، يعني ما يكون الضغط على الفرس على الغزالة، يكون الضغط على هذولا. وطبعا لها مسامير هنا لو تشوفون مسويها بمسامير، تكنيكه هو يعني. هذا هو برضو الزخارف اللي مسويها على الروزيتا أو الشمسية أو القمرية، اللي مسويها ثلاثي الأبعاد، يعني مجسمة. تشوف الوردة مجسمة بال شو اسمها، بالأوراق مالتها وبالحنيات مالتها. ما أدري إذا تبين، أحاول أقرب أنا. في يعني في شغل باليد، ان شاء الله انها تبين، ان شاء الله انها تبين. لو ما تبين، انت في صور للعود كلها، صور كويسه في صفحتي في الفيسبوك وفي تويتر. العود الظهر محمد يسويه بطريقه مظلعة. ليش؟ لأنه يقول إن سماكة العود ذا كلها نفس السماكة، يعني سماكة الظل الواحد كلها نفس السماكة من هنا ومن هنا. العادة الصناع يكون في نص الظل السماكة تكون أدخن، وعلى اليمين وعلى اليسار تكون أقل. فيقول هذه تأثر على الصوت شوية، إن هنا سماكة عالية وهنا سماكة واطية، هنا سماكة عالية وهنا سماكة واطية. هذه يقول تأثر على الصوت شوية، هو يقول يعني. فهو يسويها كلها سماكة واحدة، يعني أنت تمسك العود يعني تحس في تدرج. هو يقول إن هذا مأخوذ من فكرة القبب للمساجد وللبيوت القديمة، إن الصوت يجي من كل العود، يجي الصوت من كل العود. الجسور، قبل الجسور هو مسوي هنا في رقمة هنا، بس انها شفافة اعتقد تشوفونها. قلت له سوي لي رقمة خشب، قال لي لا غير شوية. قلت له يلا اللي تشوفه يا محمد. الجسور العود هذا، انا عندي عود قبل هذا من محمد، كان اكبر شوية وكان قوي والله. العود هذا صوته مختلف، فقلت حق محمدي انت ايش سويت يعني؟ ليش؟ شو السالفه في الصوت؟ فيه شيء غير يعني تو العود ما كمل 15 يوم والصوت جميل جدا. فقال لي انه غير في نظام الجسور. يقول ان نظام الجسور اللي هو السلم، يقول هذا ما يوازن العود. هذا حسب كلامه انا قاعد انقل لكم. يقول ان السلال الجسور اللي صايره كذا تضعف أول شيء وجه العود، يعني ما تعطي قوة للعود، وبعدين تأثر على الصوت شوية. فهو اقترح جسور، وصراحة جسور غريبة يعني، ما أدري شلون سواها، لكن أنا بوريكم الجسور شلون سواها. وقلت له أنا استأذن هنا، قال لي قول. مسوي جسر إكس، جسرين إكس. طيب هذا جسرين اكس، وفي جسرين هنا
فوق مستقيمين فوق الفرسات فوق شو اسمه الدائريه دي، وفي مثلث جسور. شلون مثلث جسور كذا بين هذولا، وفي مثلث هنا بين هذولا، يعني طالع من هنا شلون تجيبه اسف يعني كذا. ف وفي جسر هنا وجسر هنا وفي جسر تحت الفرسة. يعني هذا الجسر اللي تحت الفرسة أقول له أنا ما تخاف يعني إنه يكتم الصوت. قال لي كيف تشوف الصوت؟ قلت له والله الصوت قوي. فقال لي هذا ما يكتم، يعني يقول أنا عارف قال أسوي. فالجسور جسر جسرين صليب أو قصدي شو اسمه متقاطعين إكس، جسرين إكس متقاطعين وجسرين هنا وجسرين هنا مصغرين كذا سبعة، نقدر نقول سبعة وسبعة من هنا وجسر هنا وجسر هنا وجسر تحت الفرسة مسويها. هو يقول أنا أحس إن هذه تخطيط الجسور كذا يعطي صوت أقوى ويعطي نغم أفضل ويعطي توازن في القرار والجواب. هذا حسب كلام أستاذ سعيد محمدي. بسمعكم العود زي العادة، العود توني مركب عليه أوتار قبل يومين، يوم الأربعاء أنا ركبت الأوتار واليوم الجمعة، فبسمعكم إياه شوي شوي. أنا ما راح أعزف، راح بس أسمعكم صوت العود يعني.
ما قلت لكم توني مركب الاوتار ثلاث ايام، انا حبيت بس اعطيكم فكره عن العود، لان يرسلون لي فاضل فاضل، وانا كنت في جده قبل اسبوع، يعني توني راجع عندي شغل وما كنت كان معي العود، توني بديت رجعت اعزف عليه من يومين بس، يعني رجعت اعزف عليه وغيرت الاوتار. هذه فكره عن العود. في شيء دائما يسالوني عنه الشباب، عن سعر محمدي، سعر اعواد محمدي. محمدي يسوي العود 3000 دولار من غير الزخارف، هو يقول الزخارف هذه موضوع اخر، لان كل زخارفه يقول لها سعر معين، وكل صغر كثيره الزخارف لها سعر، قليل لها سعر، نوعيه الزخرفه لها سعر. فيقول انا ما اقدر اقول حق واحد سوي 5000 6000 دولار، لازم يقول هاي 3000 للعود. بعدين اذا بقى شيء زخارف، من هنا زخارف، هنا زخارف، هنا زخارف، هذه كلها يعني يتغير السعر. لكن هو سعر محمدي مع شنطه من عنده، يسويها شنطه خشب جميله جدا ب 3000 دولار يسويها. هذا اللي يسوي. لكن برضو الناس تسالني عن الوقت محمدي. قلت حق واحد سنه يقول ايش دعوه قد يصنع في السنه. محمدي ما يصنع العود في السنه، يعني العود العادي شهرين تقريبا ياخذ عنده، لكن هو عنده طلبات، واي صانع في العالم عنده طلبات، يعني هو الصانع مو قاعد يستنى واحد يجي له يقعد يصنع، فعنده طلبات. وهو برضو محمدي يصنع ثلاث آلات غير العود، يصنع كمنجة إيراني اللي هي الكمنجة الإيراني، ويصنع ستار، ويصنع بربت، ويصنع العود، يعني أربع آلات. فمطلوب من عنده آلات، يعني الإيرانيين يطلبون منه، أوروبا تطلب منه، فهو عشان كذا وقته طويل، وقته طويل، يطول ياخذ وقت. يعني أنا أحد الأصدقاء طالب من عنده عود، قال له بعد سنة ببتدي، بعد سنة يعني يبي له سنة وشهرين إذا بيبتدي بعد سنة، يعني سنة وشهرين، وأنا عارف محمد يبي يصير سنة وأربع شهور يعني. فهذا اللي تتكلمون عنه، هذا اللي دائما يسألوني عنه، وليش تخبي؟ أنا ما أخبي، يعني ما أخبي. هذا السعر اللي يسويه محمد، وأنا كتبت السعر هذا في عودي القديم 3000 دولار يعني. وأنا برضو شريت عود لأحد الأصدقاء في السعودية، جبته وياه يعني 3000 دولار يعني في العود. في آخر الفيديو هذا في هدية، محمدي رسل لي فيديو عن الجسور مالته وعن الظهر ماله، أنا شرحته بالعربي وهو بيتكلم فيه بالإنجليزي، شرح الجسور، وهي الأهم أعتقد أن يشوفونها الصناع ويشوفونها، واللي عندي يبغى يعني ياخذ نظرة عنه. الظهر هذا سوالفة واجد، اللي هو التكنيك الأورنمنت أو الزخارف هذه، لكن العود هذا زي ما قلت لكم كل العود هذا سماكة واحدة، كل الأضلاع سماكة واحدة، اللي من الأطراف ومن النص ومن كل محل سماكة واحدة. ما أدري إذا أنا غفلت شيء في الفيديو هذا، ما أدري يعني 11 مفتاح، هنا هذه من خشب الرزود، أعتقد أني غطيت كل شيء. ولو في أسئلة ولا شيء ممكن تذكرونها لي، أنا حاضر يعني. برضو أنا بحط الانستغرام لمحمدي، اللي يبغى يتواصل مع محمدي يتواصل معه. عليكم بالعافية، وكل عام وانتم بخير، صح، رمضان كريم، في أمان الله.